المساحة المخمنة الملوثة تقدر ب 34 134 مليون متر مربع في حدود فعالياتنا في محافظة السليمانية. المساحات التي تم تطهيرها من خلال 30 سنة من 91 لحد 2021 هي تقدر ب 84 مليون متر مربع، والباقية باقية ملوثة لحد الآن لم يتم تطهيرها من الألغام والمقذوفات الحربية. خلال هال 30 سنة الضحايا التي تم في حدود محافظة السليمانية تقدر ب 7000 ضحية، منها 1050 شخص تم إعاقتهم إصابتهم وإعاقتهم وباقين حيا، والبقية 6050 شخص استشهدوا من خلال الألغام والمقذوفات الغير منفلقة التي تم زرعها من خلال النظام البائد، نظام صدام البائد. مۆزەخانەی مینێکی لە مۆزەخانە گرنگەکانی ناو نەسوورەکە کە ساڵی 2014 تەواو کراوە بە هاوکاری کۆمەڵە رەخراوی ناوخۆییوی جیهانی بۆ ناساندنی مینەکان و سی وی و دروستکردنی جۆری مینەکان و عرضکردنی زیاتر لە 40 جۆر مین لەم مۆزەخانەیە نمایش کراوە، و ناوی هەزاران شەهیدی تیایە کە لەو ڕێگەی بوونەتە قوربانی شەهیدی هاوڵاتین، و چەندین دیماینەر کە هەڵگرەوی مینەکان بوونەتە قوربانی ناوی ئەوانەشی تیایە، و ئامانجیشمان لە دروستکردنی ئەم مەتحەفە وشارکردنەوەی خەڵکی ناوخۆیی کوردستانە کە ڕۆژانە بەرێکەوتنیان لەگەڵ لقمەکانە، و پاشانیش بە جیانیش بڵێن کە ئێمە ڕۆژانە لەم بەم ڕێگەیە خەڵکمانە بێتە قوربانی. Ben nasıl yapsam o kadar